برحب بحضراتكم مشاهدينا واخر فقره في حلقتنا النهارده. من اهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيها على كل انسان هي نعمه وجود والديه على قيد الحياه، ويمكن الواحد ما بيحسش باهميه هذه النعمه الا يعني الناس اللي فقدت ابوها وامها، يعني اكيد بيحسوا قد ايه هم مفتقدين وجودهم، لان وجود الاب والام في حياه كل انسان بيعني الخير، بيعني البركه، بيعني الامان، الظهر، السند، وغيرها وغيرها من المعاني الكتيره جدا جدا. ولكن خلينا نقول ان مع وصول الاب والام لسن متقدم من العمر، مرحلة انهم يكونوا من المسنين، بيبقوا محتاجين لرعاية مهمة جدا، اهتمام خاص زيهم زي الاطفال الصغيرين. وبنيجي نشوف كده نلاقي الصورة بتنعكس مرة اخرى، يعني زي ما احنا كنا صغيرين وابونا امنا بيرعونا وبيهتموا بينا، اصبحنا احنا دلوقتي بنتحمل هذه المسؤولية ان احنا محتاجين نهتم بيهم ونديهم قدر كبير من الامان، قدر كبير من السعادة، قدر كبير من الاحتواء. هنلاقي ان في بعض الاشخاص دول من المجتمع بيبقوا مرفوضين لان هم بينشغلوا عن ابوهم وامهم بشكل كبير جدا، بيحججوا بفكره انشغالهم سفرهم ان هم ما عندهمش الوقت الكافي للاهتمام بوالديهم، وبيلجأوا ان هم يوضعوهم في دار خاص للرعايه ودار المسنين. هنلاقي ان في شق اخر او راي اخر بيقول ان في بعض المسنين هم اللي بيحبوا يروحوا بنفسهم، بيطلبوا ان هم يروحوا لدار الرعايه عشان يعيشوا في مجتمع او مع بعض الافراد اللي بيتماشوا معاهم من الناحيه السنيه، من الناحيه العمريه، من الناحيه الفكريه، يلاقوا نفسهم وسط بعض الاشخاص اللي بيتساوى معاهم في العمر وايضا في الافكار او في بعض الاحتياجات اللي بيحتاجوها في هذه المرحله العمريه. النهارده عايزين نتكلم عن فكره بر الوالدين، نتكلم عن فكره الاهتمام بالوالدين وتحديدا في السن المتاخر في العمر الكبير، وهم في فتره ان هم اشخاص مسنين محتاجين لرعايه كبيره، ونعرف اكتر عن دور الرعايه، نعرف ايه الخدمات اللي بتقدم، وفكره كمان وراي المجتمع في وان احنا نودي ابائنا او امهاتنا الضروره القصوى او ظروف معينه لدار المسنين. هنعرف ده النهارده من ضيوفي الاعزاء اللي بيشرفوني في هذه الفقره. معانا النهارده الكاتب الاستاذ بيومي ابو جبل، اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير. معانا ايضا الكاتبه والشاعره استاذه رانيا خليل، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بمشاهدينا قناه مصر. طبعا يعني شيء مهم جدا ان احنا نتكلم عن بر الوالدين وطاعه الوالدين وتحديدا في العمر المتاخر او في السن الكبير. خليني استاذ بيومي اعرف راي حضرتك بدايه في اهميه رعاية الأبناء لوالديهم في السن المتقدم تحديدا. في البداية أقول أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعدها عدا. نعم. في الآية رقم 14 والآية رقم 15 في سورة لقمان كان صريح جدا جدا، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك، يا أي أن الأب والأم طلبوا من ابنهم يشرك بالله، لا يمكن، وهنا كان القرار حاسم، فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني إذن إلا الشرك بالله. فإذا الأب والأم والآية الرقم 14 لما حملته أمه على وهن، يعني تعب على تعب على تعب، صحيح. مشقة مشقة وعذاب غير عادي، صحيح. ما ينفعش في الآخر خالص نيجي أما يمر بهم العمر ونهملهما أو نضعهما في دور رعاية أو في له تأثير نفسي سيء جدا جدا، وبعدين الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا كويس. إذا أنا أترك أمي اللي هي التي يرزقني الله من أجلها، نعم، واهملها واحطها في دار مسنين ارضاء لمين؟ للزوجه او الابناء؟ لا لا، هذا خطا فظيع، شيء مرفوض، مرفوض تماما بالتاكيد، مرفوض. نعم. فضل فندم. فلذلك انا بقول رعايه او بر الوالدين ده واجب، واجب مقدس، صحيح، والا نبقى كفرنا بالله ونعم بس. طيب استاذة رانيا، يعني حضرتك شايفة فكرة وضع الأب أو الأم في دار مسنين، شايفة هل الفكرة دي بتلقى يعني قبول من المجتمع وتحديدا المجتمعات العربية، ولا بتلقى الرفض لأيا كان السبب يعني لدى الابن أو الابنة؟ وماذا عن الإحصائيات الخاصة بدور الرعاية ودور الدولة بالتأكيد؟ لازم نعرف ان احنا جبلنا وفطرنا بشريعتنا وديننا ان الاحسان للوالدين
ورد الجميل لهم ولجهودهم، الأم اللي حملت وربت وسهرت الليالي، الأب اللي يعني العرق والجهد والتعب علشان يجيب لنا الأموال اللي يعلمنا يربينا نبقى أحسن منه. الأمهات يعني أقول ما أقول يعني معروف سهر الليالي في المرض، مهما قلنا مش هنقدر نديهم حقهم. بالضبط، عندما يتقدموا هم يعني الأب والأم في العمر، الولد أو الابن أو الابنة لازم تستشعر إن هي ليها الدور دلوقتي إنها تشوف هذا الكيان اللي بدأ ينحني، خطوط الزمن اللي بقت ترسم على وجه أمها وأبوها، هتسيبهم حتى لو ليها زوج؟ لا، لازم تقرب، لازم صحيح. تخدم، إن هو ده الواجب بتاعها. الابن لازم يرد الجميل لوالديه، وهناك حديث شريف جزء ما معناه جزء منه، رغم أنف من وصل سن والديه أحدهما أو كلاهما إلى السن الكبير ولم يدخل بفضلهما إلى الجنة، يعني ضيع فرصة العمر. الدنيا كلها هباء وجري وراء العيش والاهتمام بمراته وولاده، كل ده ممكن يكسب الجنة بقى. ما هو غاية الإنسان الوصول إلى رضا الله وإلى الجنة. بالضبط. طيب لو فرضنا أن الأبناء الولد أو البنت ظروف ما خارجة عن إرادتهم أو نتيجة طمع الدنياوي، أنا مش فاضي، طمع في شقة الوالد والوالدة، طيب هنا الجملة الشهيرة في أحد الأفلام يقول لك الحكومة اللي أهله ما رعوهوش يبقى الحكومة هي أهله. هنا بقى وزارة التضامن الاجتماعي ليها دور بصفة عامة. المظلة الكبيرة اللي بتضم دار الرعاية بصفة عامة، مش المسنين بس، في يعني تعتبر عندها يعني 1100 دار رعاية لأنواع مختلفة من مثلا المسنين والمتسولين وتحت السن القانوني اللي هم الأحداث يعني والأيتام ومنهم المسنين. صحيح. 1100 دور رعاية بتشملهم بدعمها المالي وإمدادها بالبنية التحتية المناسبة لعيش هؤلاء الفئات. بصفة عامة مصر حوالي 7% من سكانها من المسنين، بحوالي ان هم تقدروا ب 6 مليون مسن ومسنة في جمهورية مصر العربية. نعم. في منهم طبعا عايشين حياة عادية في أسرهم الطبيعية، حياة مستقرة وسط أبنائهم. بالضبط. من منهم بيبقى تحت مظلة البرنامج الضمان الاجتماعي اللي هم بقى فقراء أو معروف بس موجودين في أسرهم، حوالي 140 ألف مسن تقريبا، ومنهم اللي تحت مظلة التكافل والكرامة اللي هي منظومة التكافل والكرامة 50 ألف. دور رعاية المسنين بقى تقريبا هم 100 حوالي، هم المسنين عندنا حوالي 6000 مسن في دور الرعاية في دور رعاية دار المسنين. في منها النفقات وفي منها منخفض الاجر وفي منها بيبقى على حسب مستوى الدار. بالظبط كده. نقدر نقول الخدمات اللي بتقدمها اللجنه العليا لكبار السن في الوزاره، بتقدم قلنا البنيه الاساسيه، بتتصل بالجمعيات الاهليه لان هو اتصال لدعم الدور المسنين اللي موجوده في نطاق الجمعيه، زي جمعيه الهلال الاحمر، جمعيه تدعيم الاسره، الطفوله والامومه والطفوله، كل ده بتدعم وتدرب العاملين جوه المؤسسات ديت للتعامل مع الحالات معاهم. لنا ان هنا حالات، هنا بقى لازم لو قلنا الاباء والابناء منهم من عق ابوه وامه فرماهم، فهنا الدوله بتوفر الرعايه الصحيه، بتوفر البروجرامات الترفيهيه والفنيه، كل دوت على مستوى مناسب. لو في مصاريف او باجر بتبقى حسب رفاهيه الشخص دوت ومقدرته الماديه. بالظبط كده. فال
في وفي ايضا نوادي المسنين النهاريه، دي نوادي المسنين بصفه عامه يعني مصر كلها، في مكاتب خدمات المسنين ديت 27 مكتب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، والمكاتب دي في تنامي مستمر لخدمه كبار السن والمسنين حتى في بيوتهم اللي هم ما لهمش بقى زاوية حد يعولهم او يقف معاهم، قادرين على الحركه بالظبط. باختصار هي خدمات مثلا وجبات واكلات يومية، دكاترة بيروحوا لهم البيت، حاجات فنية جوه الشقة مثلا، نجارة كهرباء بتاع، دي مظلة الاعتراف بجميل المسن ما بعد 70 سنة أنك أنت رجل مهم في المجتمع وليك أهميتك، ليس إهمالا، أنت مهتم بك. صحيح. طب أستاذ بيومي، لو هنتكلم عن بعض النماذج من دور الرعاية، وخلينا نتكلم حضرتك عن جزئية وفكرة أن بعض المسنين هم اللي بيطلبوا من أبنائهم أن هم يلتحقوا بإحدى الدور الخاصة للرعاية. الفكرة دي ناس كتير مش مصدقاها أو مش متخيلة أن ممكن يكون رجل مثلا كبير السن أو سيدة كبيرة السن تطلب من ولادها أن هي تروح عشان تحس أن هي عايشة وسط مجتمع بيتلائم مع عمرها، يتلائم مع أفكارها، تحس أن هي ليها بعض الأصدقاء، ممكن تكون حاسة بالوحدة إلى بعض، يعني في بعض الوقت بتحس بالوحدة، ما بتحسش أن هي في حد بيشاركها اهتماماتها. حضرتك شايف الجزئية دي إزاي، وهل ده فعلا من الواقع بيحصل؟ لا لا، هتبقى أنا حالات نادرة جدا، نسبة جداً بسيطة، لأن ما فيش أب أو أم أو رجل مسنة أو مسنة هيطلب منه يروح دور رعاية إلا بإهمال أبنائه، استحالة. ما فيش حد هيسيب أسرته أو سيب الشقة اللي عايش فيها أو البيت اللي عايش فيه أو المجتمع اللي عايش فيه عشان يروح يتحبس بين أربع جدران. حتى لو فيه في الجدران دي أو بين الأربع جدران دول في ناس هيشاركوه حاجات كده، لا لا خالص. ده في عقوق، شيء عقوق بشع. صحيح. بس ممكن الأب أو الأم بيرفض إن هو يبوح بكده عشان خاطر ما يحرجش ابنه، يحرج عشان خاطر الزوجة كذا، أو مش في حاجات سيئة جدا جدا، لكن عشان خاطر نقتنع او الراجل المسن يقنعنا او يقول ان انا لا، هو بيرفع الحرج عن بسيطة. بيرفع الحرج عن ابنه، هو بيحل مشكله او وضع ممكن يكون حاسس ان هو متسبب في احراج اولاده في لا خطأ في تواجده. انا هنقول السكن في الدنيا يحتاج الى فكر، والسكن في الجنه يحتاج الى ذكر. صحيح. تمام. طيب اذا شغلنا عن ذكر الله فلنبادر باستيقاظ ضمائرنا وقلوبنا بتسبيحة أو باستغفار. نعم. لكي يطهر القلب، فإذا طهر القلب رق، وإذا رق راق. صحيح. وإذا راق ذاق. وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة. من إيه ده كله؟ من بر الوالدين. سبحان رقم الله. واحد بر سبحان الوالدين ده، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ممكن يأجل ذنوب ومعاصي البشر إلا الشرك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين. لا ما فيش حاجة. طب هل في قصص يا أستاذ بيومي يعني بتتكلم عن بر الوالدين وأهمية بر الوالدين في حياة كل إنسان؟ لنا في قصص القرآن حاجة عظيمة جدا. صحيح. اللي هو سيدنا إسماعيل. نعم. سيدنا إبراهيم قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إسماعيل هيقول إيه؟ قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم. كويس، وخلاص أنا تحت أمرك يا أبوي، أعمل اللي أنت عايزه. ولكن كان سيدنا عيسى، سيدنا إسماعيل عفوا، كان له ثلاث مطالب عن سيدنا إبراهيم. قال له أول حاجة، وأنت هتذبحني خلاص، اخلع ثوبي عشان لو أمه شافته عليه الدم وحاجة زي هتحزن. هتحزن. تاني حاجة، كبني على وجهي علشان خاطر حتى لا تلتقي عيني بعينك فتأخذك بي شفقة. نعم. وتالت حاجة، اشحز السكينة جيدا حتى لا أتعذب. وفديناه بذبح عظيم. نعم. أسطورة. ودي مقدرة ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. وبعد بقى العيد الكبير النحر. نعم. بقت سبع خلاص بقت. وبعدين ما فيش أكتر من كده طاعة الابن لأبوه. صحيح. نموذج تاني أنا وده شفته والله في فندق اسمه فندق المسنين في مصر الجديدة. سيدة فاضلة رحمة الله عليها طلبت من ابنها في آخر أيامها وهي بتحتضر، وكان عندها 5 من الأبناء كلهم اساتذه الجامعات ما شاء الله عليهم، وان شاء الله النور مسواهم، يعني حاجه عقوق غير عادي. فطلبت ان هي تشوف الابن الاكبر، فجالها يعني وهي بتحتضر في اخر نفس، لا اله الا الله. كويس. فقالت له ليا طلب، هات لي مروحه وثلاجه. فهو الراجل ده هي انت بتموت يعني ومش قادر تتكلم. قالت له كتير قوي كان بتبقى المكان حر وكان نفسي في شويه هواء، وكتير قوي ببقى نفسي اشرب ميه بارده والميه سخنه في الثلاجه. لا اله الا الله. هاتهم يا ابني مش ليا. اللهم لمين؟ قالت له ليك.
عشان اما تكبر في السن ولادك يحطوك في دار المسنين تيجي تلاقي مروحه وثلاجه كما تدين تدان، بتنصحه وبتنصحه وخايف عليه برضه. صحيح. لا فيعني اذا حقوق وبعدين انتشر قوي قوي قوي، وانتشر بين الطبقه المثقفه او الطبقه المتعلمه. يعني والله ربنا يعني يعفو عن كل الناس فعلا اللي مش مقدره نعمه وجود ابوها وامها في حياتها، لان مثل فعلا الاسرائيليين دلوقتي بتقول يعني ده ربنا سبحانه هيلعنهم ازاي، يعني ازاي انت ده انت استغل فرصه ان ابوك وامك عايشين. صحيح. كويس، هم دول مصدر سعادتك ومصدر كل حاجه حتى لو ضاقت بك الدنيا. صحيح. طيب هروح لاستاذه رانيا، يعني طبعا اكيد الشعر والادب بيكون ليه دور مهم جدا، القوى الناعمه اكيد مؤثره في المجتمع وفكره توعيه الناس في كثير من الامور. لو هسالك كده عن بعض القصائد اللي ممكن نسمعها منك عن بر الوالدين وفكره توعيه الناس بخصوص هذا الموضوع. القصص كتير والمقالات كتير اللي بيكتبها الصحفيين والكتاب عن التحزيق، يعني فضل الأم والأب كتير من أول الولادة لغاية الكفاح من أجل يعني خلق ابن أو بنت أحسن من الوالد والوالدة وشخص نافع للمجتمع. بالضبط كده، فالمقالات بتتعدد والأقوال الجميلة الشعرية. بس عجبني أحد المقالات اللي هي بالنسبة لابن مقصر في زيارة والدته. نعم. فهنا مش كتابتي بس قد إيه الإحساس وهي بتصحى من النوم والشمس بتتسرب من الزجاج وهي بتتأمل أساس المنزل والجدران الباردة اللي كانت من سنين صغيره، يعني سنين ليست بعيده، مفعمه بالعاطفه مع زوجها ونفس الولد والبنت الابن اللي متاخر عليها دوت. قد ايه البرود بالرغم ان الشمس بتحاول تطبطب عليها وعلى تجاعيد وجهها وتطبطب على حنيتها وتقول ما معناه ان بتلتمس له العذر، لا ان شاء الله انا هقوم اعمل له الاكله الحلوه اللي هو عايزها، انا احضر له الفرشه بتاعته يمكن يبات عندي، يمكن مراته تسيب يوم يبات عندي كده كده يا ابني، وتنتظر بالساعات وممكن مش مديها اي وعود، وبالرغم من كده تقول لا انا هنام وهعمل له بكره تاني الاكله التاني الشهيه بتاعته، وبعدين تيجي تقول طب انا ما اروح له يمكن جحود مراتي يعني زوجته في يوم من الايام لما استقبلتني وحش وخلتني امشي وهو ما دافعش عني، فات السنين يمكن تكون اتغيرت وتروح تخبط تلاقي نفس الست قابلتها بالوجه العابس وقالت لابنها اللي هو حفيدها، وكانت تكاد الأم طبعا عايزة تحضنه وتصب عليه كل العواطف عايزة تشيله شيل، فتكون هذه المرأة الأم امشي جوة على قطك يا ولد وتقول لها لا أنا كنت بس هو أنتم مش بخير، وتغلق الباب ويكون لها خطوات على السلالم وتقول معلش أنا برضو أستحمل ده ابني، وترجع تاني تروح للبيت وترجع تاني تتلمس من شعاع الشمس الأعذار لابنها، لأنها لا يمكن تتخيل وحتى مش عايزة تقول كما تدين تدان، مش هقول. فوكمالة برضو للقصص الأستاذ بيومي والأمثلة الجميلة إن أب بيساكن عند زوج وزوجة ابنه وزوجته وفي حفيد، الأب يعني ناله الزمن ما ناله، فكان طريقة أكله مستفزة للأستاذ يعني الزوجة، فقالت إيه أنا هعمل له طبق خشب لوحده يعني يعمل فيه اللي هو عايزه مش مع أطباقنا ولا حاجتنا وكده، كان بياكل بطريقته قد سنه كذا كذا. فالحفيد قال بابا خلي بالك يا بابا انا عايز احتفظ بالطبق اللي طبق الخشب والمعلقه الخشب اللي ايه اللي جده بياكل فيها. يقول له ليه يا ابني؟ قال لي اصل انا هحتفظ بيها عشان هاكلك منه سبحان الله لما تكبر سبحان الله،
زي لما تبقى توصل لسن جده. هو معتقد ان الناس كبار في السن ياكلوا في اطباق خشب. لا انا هحتفظ لك بيه كما تدين تدان. وده اكبر دليل ان كما تدين تدان. اللي انت بتعمله النهارده هيترد لك. ده لازم بالظبط. ده قاعده اساسيه في كل الحياه منذ بدء الخليقه. انا قلت لسه فاكر لسه قلوب الطيبين والضحكه والهمسه واحنا صغيرين. صعب نرجع تاني بعد العمر ما خدنا عدينا الأربعين. خايف يوم أعاني لو عشت للسبعين. يعني قصيدة بسيطة جدا وقصيرة ولكن محتواها جميل يا أستاذ بيوم. سبحان الله فعلا. أنا الحمد لله أبنائي الحمد لله مربيهم تربية سوية الحمد لله رب العالمين. زي أمي ما ربطني وأبويا الله يرحمه ربنا عليه يخليهم لحضرتك كويس. لكن أمي ربنا يديها الصحة بتزرع فينا إزاي أنا وأخواتي ويمكن الأسرة وأحفادها وحاجات كده المحبة والرقي. عشان كده يمكن بضيف حاجة تانية على اللي سهرانيا كانت بتقوله إن أكبر نسبة عقوق الطبقة المثقفة زي ما قلت كويس. دور الرعاية مش موجود في الصعيد. دور الرعاية ما فيش دور رعاية في الأرياف. يعني الطبقة اللي هي نقدر نقول إن هم مقتدرين ماديا اللي هم عندهم إمكانيات وقادرين على رعاية والديهم هم دول اللي بيأثروا وهم دول اللي ما بقول لحضرتك في الصعيد ما فيش دور رعاية خالص. ليه؟ لأن الأسرة وأخلاق القرية والعائلات القيم والأخلاقيات ما ينفعش أي حد يأثر في حق أمه وحق أبوه. فعشان كده هناك ما زالت التقاليد القويمة لسه ما زالت مستمرة وسطات المستمرة والريف عندنا. ويمكن قبل كده كنت بقول اخلاق القريه اللي كان بينادي بيها السادات. اخلاق القريه صحيح. اخلاق القريه مش بس ان انا البس جلابيه لا انا احتفظ بهذه القيم الجميله. حاجه كمان لمست جزئيه مهمه جدا وهي فكره التربيه والنشاه. ان انا لما بربي ابني على شيء الشيء اللي انا اتربيت عليه. حضرتك قلت والدتك ربتك على شيء معين انت بتربي عليه دلوقتي اولادك والاجيال اللي طالعه. هو ده الاساس. يعني فكره التنشئه الاولى هي دي الاساس في حياه كل انسان وكل بني ادم. من شب على شيء شاب عليه صحيح. شيء طبيعي المرفه بقى. وفي ناس مرفهين بس محتفظين بكيانهم وبيبروا والدهم مش هنبخس حقهم. المستوى المادي ملوش علاقه بفكره الاخلاقيات والتربيه والقيم النبيله اللي الانسان بينشا عليها او بينمو عليها. لا هو الوعظ الديني ما بقاش في وعظ ديني. طبعا انا مش عايز اهاجم كده ولكن اقول دور الازهر فين ودور الكنيسه ودور المدرسه ودور مش هنحمل المسؤوليه على الحكومه بس لا في حاجات كتير قوي. واحنا بنشوف ان دايما في تجديد للخطاب الديني سواء الخطاب الديني الازهر او الكنيسه دايما في تجديد وفي توعيه للشباب يعني. ولكن فكره اللي يستوعب بقى الكلام اللي يستفيد منه. وبعدين انا لازم اشرح الموضوع او ادي الخطاب الديني بابتسامه. مش لازم كل حاجه جهنم وبئس المصير جهنم وبئس القرار. لا ما اديله الموضوع بشيء من البساطه واليسر البساطه والرقي. وبعدين التبسم. سيدنا محمد كان بيتبسم دائما. كان وبعدين التبسم في وجه صدقه. لا انك تبسم بس هتاخد صدقه. نعم. مش لازم اكون متجهم الوجه وفي غلظه في الحاوره. لا صحيح. ما ينفعش بالتاكيد. استاذه رانيا كلميني عن اهم توصيات الامم المتحده فيما يخص رعايه المسنين ودور المسنين. في اليوم العالمي للمسنين 1 اكتوبر من كل عام. ده من كل سنه. من كل سنه 1 اكتوبر يعني شهور وايام ونحتفل إن شاء الله. كل العالم ووزاره التضامن طبعا المصريه هتحتفل بتنظم احتفال بالظبط كده. الامم المتحده الفئه السنيه دي بتهتم بيها اللي هي فوق الستين لانها مش مهمله. يعني هي مدياها حقها من الاهتمام وبتوصي دايما رعايه الدول للفئه السنيه والعمريه ديت لان هم مش كم مهمل او مش لازم يكون مرض. يعني ممكن يكون بعافيته وبقوته لكن الجيل اللي قبله ساعات بيتنمر على السن الكبير دوت ويقول يا عم روح كذا. لا ليه اهميته. وبتحاول الأمم المتحدة تقول يعني شغلوا هذه الفئة وخليها مفيدة للمجتمع. فهي بتعمل مؤتمرات دورية مع العيد العالمي طبعا اللي أنا قلت 1 أكتوبر. عايز أقول إن الفئة دي ليها مشاعرها. يعني مش لازم نقول عجوز خلاص بقى يبقى أمراض مزمنة وكذا وكذا واركنه على الجنب. لا في ناس لسه ليها طاقة لسه فيها عشق وحب
واسمحي لي ان انا اقول قصه صغيره وقصيده ولكن سريعه سريعا جدا. ده هو زمن يعني واحد يعيش في زمن حب حياته، فعلا زمن العجائب خلاني اعشق واحب واعيش العمر دايب زي الولد لما يحب ويلعب كل الالعاب ويحلم على البنت اللعب. ده جمالها ما يتعايب وبسمتها تاخد القلب، الحب جمع الحبايب، كبرت معاه وبشب وتمر الايام والليالي والبنت تبقى شابه ولقيت القمر عالي وفرقتنا الغربه، لفتت ليها الشباب ودقوا عليها الباب، وقعت انا وانكسرت ما هو الهوى غلاب. الشابه مالها حيله، الشابه مالها حيله، ده حسنها خلاب. انا بيني عجزت والزمن بعد الاحباب، وفي يوم مشيت جنبي الصبيه وعينيها جت في عينيا وبسمه حلوه من وش البدريه، وتنهدت وحسيت بشوقها اليا وبصوت مبحوح وامل بيتولد من جوه الروح. اوعي تقولي عجوز وشعره شايب، صدقيني ما يجي من الشباب الا المصايب. اتبسمت وقالت انت الراجل الجدع اللي ما يتعايب، لو اعرفك انت سيد الحبايب. انا اسفه جدا على حضرتك لان احنا وقتنا انتهى. بشكركم جزيلا وجودكم معانا، شكرا لينا الاستاذ الكاتب بيومي ابو جبل، شكرا لحضرتك، شكرا ايضا الكاتبه والشاعره استاذه رانيا خليل. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم وحلقه جديده وساعه صبحيه.